بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في شرح جديد لبلاجن أو إضافة الإيمت. كما قلنا في الفيديو السابق في المقدمة بأن معظم يعني المحررات تدعم الإيمت، وهناك من يجب أن نقوم بتثبيت هذه الإضافة، وهناك من تأتي مدمجة معها افتراضيا هذه الإضافة. لدينا مثلا الفيجوال ستوديو كود عن إضافة الإيمت، يعني تأتي مدمجة معه. ها هي الإيمت، لا نحتاج إلى تثبيتها. ولدينا مثلا هنا الأتوم، نحتاج إلى تثبيت هذه الإضافة. نذهب إلى Edit، نذهب إلى Preferences، بعد ذلك Install، ونبحث عن إضافة إيمت. هذه هي الإضافة، أنا قمت بتثبيتها. المفروض يظهر عندك زر الانستول، فقط تضغط انستول، وعند تثبيت هذه الإضافة اكتمال تثبيتها تقوم بإعادة تشغيل المحرر من جديد. نبدأ في الشرح. عادة عندما نريد أن نكتب مثلا أوسمة الـ HTML مثلا div، كنا نكتب هكذا div ثم نغلق هذا الوسم. لاختصار هذه العملية فقط نكتب div، نضغط tab. كما تلاحظون تم إنشاء لنا div، وسم البداية ووسم النهاية. مثلا لدينا h1 ثم tab كما تلاحظون. مثلا لدينا هنا زر، مثلا لدينا tag الهيدر، نكتب هكذا header ونغلق الهيدر. هذه هي طريقة. يمكننا من خلال الإيميت أن نكتب فقط header، بعد ذلك نضغط على tab، أيضا نفس النتيجة. أو لدينا اختصار وهو HDR، بعد ذلك نضغط على tab، نفس النتيجة. لدينا أيضا البلوك كيوت BQ ثم tab. لدينا أيضا الفوتر FTR، بعد ذلك tab. ولدينا أيضا الزر button، نكتب فقط button بعد ذلك tab. ويمكننا أن نكتب button هكذا ونضغط tab، نفس النتيجة. مثلا لدينا ال h1 نريد أن نعمل له class، فسوف نكتب هكذا class ثم مثلا هنا test class. لاختصار هذه العملية فقط نكتب h1 بعد ذلك dot، dot معناه class، بعد ذلك نكتب test class ونضغط tab، نفس الأمر السابق. لدينا الديف، الديف يعني لدينا طريقتين للكتابة. يمكن أن نكتب هكذا div dot my class هكذا ثم tab، أو مباشرة نكتب my class وسيتم إنشاء لنا div وإرفاق له class باسم my class. يعني في الديف يعني لا نحتاج أن نكتب div dot، يمكننا فقط أن نكتب مباشرة dot واسم الكلاس. الآن ماذا لو لدينا مثلا هذا الديف، مثلا أريد أن أعمل له كلاس مثلا test 1 test 2، يعني اثنين من الكلاس. كيف نعمل هذا؟ عن طريق الإيمت. فقط نكتب dot مثلا dot test 1 ثم dot test 2. كما تلاحظون هذا الكلاس الأول، اسم الكلاس الأول، وهذا اسم الكلاس الثاني. ننتقل الآن إلى الـ ID. مثلا عندي div وأريد أن أعمل له ID مثلا test ID. كيف نعمل هذا؟ عن طريق الـ emit. فقط نكتب، نعمل الداش هكذا ثم test ID ونضغط tab. كما تلاحظون نفس النتيجة. ويمكننا أن نكتب div بعد ذلك داش بعد ذلك test ID ثم tab، نفس الأمر. يمكننا أن نمزج يعني بين الكلاس وأيضا الـ ID. يعني مثلا لدينا div هكذا، نعمل له ID مثلا test ID، وأيضا نعمل له في نفس الوقت class test class. كيف نعمل هذا؟ عن طريق الـ emit. فقط مثلا نكتب هنا داش test id بعد ذلك نقطة test class
ونفس النتيجة. لدينا مثلا ال H1 نريد أن نعمل بداخله نص hello emit. كيف نعمل هذا؟ عن طريق ال emit، فقط نكتب ال H1 بعد ذلك نفتح ال curly braces ونكتب هنا المحتوى مثلا hello emit ونضغط tab، نفس النتيجة. ماذا لو أردنا أن نعمل مثلا H1 هكذا وداخله hello emit، وأيضا مثلا نعطيه class باسم مثلا red هكذا، أو مثلا test class هكذا. كيف نعمل هذا؟ عن طريق ال emit. لدينا ال H1، بعد ذلك هنا نكتب اسم الكلاس مثلا test class، بعد ذلك نريد كتابة المحتوى hello emit هكذا، نفس النتيجة. الآن مثلا لدينا هكذا وسم ال P، ولدينا مثلا click، بعد ذلك لدينا وسم ال URL لل E، وبداخله مثلا her، وهنا مثلا نكمل to continue. كيف نعمل هذا؟ فقط نكتب هنا P، داخل ال P لدينا المحتوى، هنا نكتب click، بعد ذلك نريد عمل وزم ال URL، نكتب هنا A، وداخل ال A لدينا مثلا content باسم her هكذا، ثم هنا نكمل to continue هكذا، ثم نضغط tab. كما تلاحظون نفس النتيجة. ننتقل إلى شيء آخر وهو النستين. النستين معناه يعني تاك داخل تاك، مثلا لدينا ال UL هكذا وداخلها LI هكذا، هذا يسمى النستين، لأن ال LI داخل ال UL. كيف نعمل هذا؟ عن طريق ال emit، لدينا مثلا div، ثم نعمل أكبر ثم UL، أي أن الديف يوجد داخلها UL، وداخل ال UL يوجد لدينا LI، ثم نضغط tab. كما تلاحظون لدينا ديف داخله UL، وداخل ال UL يوجد LI. ماذا لو أردنا أن نضيف وسم ال A أو ال URL إلى اللي؟ نكتب هكذا div، داخل div لدينا ال UL، داخل UL لدينا ال LI، وداخل ال LI لدينا ال A، ثم نضغط tab. كما تلاحظون الآن مثلا نريد أن نكتب داخل وسم ال LI هنا، مثلا هنا hello emit. كيف نكتب؟ فقط نعمل div داخلها ul، داخل ال ul لدينا li، ثم هنا نكتب المحتوى hello emit ونضغط tab بكل سهولة. الآن لنفترض أنه لدينا ul هكذا، وداخل ul لدينا مثلا 3 li هكذا، li. كيف نعمل هذا؟ عن طريق الايميت، عن طريق المالتيبليكيشن الضرب. مثلا لدينا UL، ال UL لديه مثلا ID navigation، ال UL بداخله LI، ثم نحدد كم من UL، كم من LI داخل هذه ال UL، لدينا مثلا 3. بعد ذلك نريد أن نكتب داخل هذه ال LI، وهنا مثلا نكتب hello مثلا list item هكذا، ونضغط tab. كما تلاحظون تم إنشاء لنا 3 LI. ننتقل الآن إلى السيبلينج، أي الأشقاء. يعني مثلا عندي div هنا، مثلا عندي H1 هنا، عندي P هنا، أي أن جميع هذه التاجز يعني في مستوى واحد، يعني مثلا ال H1 وال P
في نفس مستوى الديف وليست داخل الديف هنا. كيف نعمل هذا؟ عن طريق الزائد، نكتب div ثم زائد ul ثم زائد li، كما تلاحظون جميعها في نفس المستوى. لدينا مثلا h1، نعطيه class باسم title، بعد ذلك نريد أن نعمل أسفله paragraph، ولديها class body، نضغط tab كما تلاحظون بكل سهولة. مثال آخر، مثلا لدينا هنا الديف، داخل الديف نعمل h1، الآن هذا ال h1 هو داخل الديف، بعد ذلك نعمل له class title، ونريد أن نعمل تحت ال h1 أيضا وسم p، ونعطيه class body. كما تلاحظون لدينا ديف، ديف داخلها h1، وأيضا بجانب ال h1 يوجد لدينا ال p. الآن لدينا الجروبين عن طريق الأقواس، لدينا مثلا div هكذا، هذا div يوجد داخله الهيدر هكذا، وداخل الهيدر يوجد ul، وداخل ال ul لدينا اثنين من ال li، وداخل كل li لدينا a هكذا. ولدينا بجانب الهيدر لدينا فوتر، وداخل هذا الفوتر لدينا باراجراف هكذا. نريد أن نعمل هذا الشكل أو هذه السينتاكس باستخدام الإيميت، فقط نكتب div، بداخل الديف لدينا هنا نعمل جروب هيدر، داخل الهيدر يوجد ul، وداخل ul لدينا li، وال li لدينا اثنين منها، وداخل كل li لدينا a. ثم عندنا السيبلينج فوتر، وداخل هذا الفوتر لدينا p، كما تلاحظون نفس النتيجة. لكن ماذا لو لم نقم بعمل، يعني لم نعمل جروب هكذا، يعني لنرى كيف ستكون النتيجة. كما تلاحظون تم إنشاء هيدر، ثم بعد ذلك ul، وداخل ال ul لدينا li، وداخل ال li تم عمل لنا ال e، وتم أيضا عمل الفوتر. هذا نتيجة أننا لم نقم بعمل الأقواس، لأن هذا الجزء أصبح تابع مع هذا الجزء، لكن لنقوم يعني بفصله، قمنا بعمل جروب لهذا الجزء لوحده وهذا الجزء لوحده. لدينا الأتريبيوت، لدينا مثلا الـ E وهو وسم الـ URL، ثم نضغط هكذا tab، لدينا هذا الأتريبيوت hrf، لدينا مثلا الايمج، ثم نضغط tab. كما تلاحظون هنا لدينا اتريبيوت السورس واتريبيوت الالت. في الفيجوال ستوديو كود لديه بعض الخصائص الإضافية ايضا، لو جئنا مثلا الى موضوع الاي، لو ضغطنا على حرف الاي هكذا نفس الأمر، ثم مثلا لدينا A، يمكننا أن نضيف أتريبيوت أخرى، مثلا لدينا البلانك، كما تلاحظون تم عملنا تارجت بقيمة بلانك. قم بتكبير المحرر هكذا أفضل. لدينا الـ A، مثلا لدينا اللينك وهو الـ HRF، لدينا مثلا خاصية أخرى هي الميل هكذا، يعني نقوم بتخصيص نوع الإرسال الموجود داخل HRF. وأيضا بالنسبة للإيميج نفس الأمر، لدينا خصائص أخرى مثلا هنا السايزز هكذا كما تلاحظون، سايزز، عندنا الـ RT والـ Source.
ننتقل إلى شيء آخر وهو الفورمز والإنبوت. نريد أن نعمل مثلا فورم هكذا، نضغط تاب كما تلاحظون. مثلا نريد أن نحدد الميثود، نكتب فورم بعد ذلك نقطتين هكذا رأسيتين ونكتب هنا get. كما تلاحظون الميثود هنا نوعها get. نريد أن نعملها post فقط، فورم نقطتين post، الميثود بوست. لدينا الليبل، الليبل موجودة داخل الفورم، فقط نكتب هكذا ليبل كما تلاحظون. وهنا لدينا اتريبيوت الفورم الخاص بالليبل. الانبوت كما تلاحظون الانبوت، ثم نضغط تاب. التايب الافتراضي للانبوت هو تكست، لكن لو انتقلنا الى هنا الى الفيجوال ستوديو كود، لو نكتب انبوت هكذا كما تلاحظون نستطيع يعني تبديل التايب. مثلا هنا بوتون كما تلاحظون، تم التايب هنا بوتون. مثلا نريدها ان تكون ايميل، انبوت مثلا ايميل هكذا، انبوت مثلا فايل. يعني هناك بعض الميزات الإضافية في الفيجوال ستوديو كود. ننتقل إلى شيء آخر وهو select هكذا، select هنا name والID. نجرب هنا موضوع select، نكتب select. لدينا أيضا خيارات، خيارين مثلا هنا الـ D، يعني نجعله disabled كما قلت. يعني الـ Visual Studio Code يعني يقدم لنا أشياء إضافية أخرى. ننتقل الآن إلى Extended Structure. كما نعلم Select مثلا هكذا Select Plus، كما نعلم Select تحتوي بداخلها على الـ Options. لو كتبنا Select فقط ثم عملنا Tab، لا يتم هنا عمل لنا Tag الـ Options هكذا. لعمل هذا نكتب Select بعد ذلك زائد ونضغط Tab. لكن لو انتقلنا إلى هنا إلى Visual Studio Code وكتبنا Select بعد ذلك زائد ثم Tab كما تلاحظون، يعني لا يتم عمل لنا الـ Options. فالإيميت في Visual Studio Code لا تدعم هذه الصيغة. يعني هناك فروقات بين المحررات. لدينا أيضا موضوع التيبل. لو كتبنا تيبل بعد ذلك زائد كما تلاحظون تم إنشاء داخله tr وبعد ذلك td. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الordered list، عفوا نضغط زائد هكذا، وأيضا ul ثم زائد tab. يتم عمل لنا li بداخل ul. الآن custom aliases مثلا، يعني نريد نحن أن نقوم مثلا بعمل، يعني عندما نعمل ul يتم إنشاء لنا ul، لكن مثلا أريد تخصيصه. مثلا أريد أن أعمل هكذا، مثلا أريد أن أكتب أسامة، مثلا أريد أن يتم كتابة داخل أسامة مثلا h1 هكذا هنا أي نص، ومثلا paragraph، وهنا مثلا أيضا أي نص. يعني نقوم نحن بتخصيص الإيميت. كيف نفعل هذا؟ أولا نتجه إلى المكان الذي سطبنا فيه الأتوم، مثلا هنا أتوم. بعد ذلك ندخل على الباكيجز، بعد ذلك ندخل على الإيميت، ثم ندخل على النود موديولز، ثم ندخل على الإيميت من جديد، وندخل على اللايبراري، وبعد ذلك نفتح ملف snippets.json. هذا هو الملف. كما
تلاحظون نستطيع تخصيص الايمت كما نريد. هذه الاختصارات خاصة بالـ CSS، سنتطرق إليها إن شاء الله في الموضوع القادم. هنا لدينا الـ Emits الخاصة بالـ HTML. هنا كل الاختصارات التي يمكن أن تقوم بتنفيذها، كما تلاحظون هنا. مثلا إذا كتبنا input بعد ذلك نقطتين ثم month وضغطنا على tab، سيتم إنشاء لنا input والtype الخاص بها سيكون month. نقوم نحن بإضافة اختصار. مثلا لدينا table، نعود إلى table، يمكننا أن نعمل تيبل، يتم إنشاء لنا تيبل فقط هكذا، تيبل بسيط، أو يمكننا أن نعمل تيبل هكذا زائد، يتم إنشاء لنا داخل tr، وداخل tr يوجد td. مثلا التيبل في ال HTML5 نستطيع كتابته بهذا الشكل، لدينا تيبل، نعود إلى هنا، نسميه مثلا table HTML5، بعد ذلك نضغط على زائد، نفتح نقطتين، وهنا نكتب كيف سيطلع لنا النتيجة. لدينا أولا table، داخل table لدينا t head، هذا هو t head، وداخل t head لدينا tr، وداخل tr لدينا th، داخل t head لدينا tr، ودخل tr لدينا th، هكذا. وفي نفس مستوى t head لدينا t body، سنعمل هذا عن طريق السابلين، عن طريق الزائد، ونقوم بعمل جروب لهم هكذا. ثم لدينا t body، t body ماذا يوجد داخلها؟ يوجد داخلها tr ثم td، tr، وداخل tr لدينا td، هكذا. نقوم بعمل جروب لهم ايضا. ثم لدينا tfooter، tfooter، وايضا يوجد داخل tfooter لدينا tr و td، tfoot يوجد داخل tr ثم td، نعمل ايضا لهم جروب هكذا. نقوم بالحفظ، ثم نقوم بعمل ريفرش. نقوم بإغلاق الأتوم وفتحه من جديد. الآن نقوم بتجريب هذا الوسم الذي قمنا نحن بعمله، table 5 ثم زائد، ثم نضغط على tab. كما تلاحظون كما قلنا له بالضبط، اعمل table، داخل هذا table لدينا t head، وأيضا بجانبه t body، وأيضا بجانبه t footer، وداخل t head لدينا tr، وداخل tr يوجد لدينا th، وهنا أيضا. يعني نستطيع تخصيص الايمت كما نريد. ننتقل الى شيء اخر، مثلا لدي ملف html هكذا، مثلا نسميه index.html، نكتب مثلا هكذا doctype html، بعد ذلك هنا نكتب html، وهنا نغلق html، ويعني أيضا نضيف هنا الهيد، وهنا مثلا التايتل، وهنا البودي مثلا، وهنا h1 هكذا. لاختصار كل هذه العملية وكل هذا الوقت، فقط نكتب علامة تعجب ونضغط على تاب. كما تلاحظون تم إنشاء لنا
يعني البنية الافتراضية لملف HTML. كما تلاحظون هنا نعمل علامة تعجب ثم تاب، وسيتم إنشاء لنا صيغة ال HTML، ونستطيع أيضا كتابة هكذا HTML ثم الإصدار الخامس ونضغط، يعني نفس الأمر، نفس أمر علامة التعجب. في الفيجوال ستوديو كود لدينا خاصية أفضل عند التعامل مع الدوك تايب ومع صيغة ال HTML. نقوم بالضغط على علامة التعجب، ثم لدينا هنا يعني إضافات أخرى والتي يتميز بها عن الأتوم وغيره. نضغط هنا، كما تلاحظون هنا تم عمل لنا يعني الفونت أوسم، قام بجلب الفونت أوسم، قام بعمل لنا البوتستراب، طبعا هما سي دي ان. هنا أيضا تم استدعاء جي كويري البوتستراب دوت مين دوت جي اس مثلا. نعمل ثلاثة علامة تعجب، نضغط تاب، نفس الأمر السابق. لدينا مثلا علامة تعجب، هنا يقول لك Bootstrap Form Control، نقوم بالضغط عليها. كما تلاحظون تم إنشاء لنا Bootstrap Form Control. نضغط علامة تعجب، هنا مثلا نعمل مثلا nav tabs، نضغط علامه التعجب مثلا هنا bfg، نقوم بالضغط عليها. form group يعني بعض الميزات الحلوه التي يقدمها لنا الفيجوال ستوديو كود والتي يتميز بها عن الاتوم. عادة عندما نقوم بالتطوير على المشاريع يعني ليس لدينا الوقت لكي نقوم مثلا بكتابة فقرة، مثلا لدينا هكذا HTML، ملف HTML مثلا، هنا لدينا H1 مثلا هلو إيميت، ثم لدينا باراجراف. نحن لا نبقى هنا لنكتب يعني الكونتنت لأنه سوف يستغرق منا وقت، فقط نكتب هنا لوريم ونضغط على التاب، وسيتم إنشاء لنا نص افتراضي. ثم فيما بعد عندما ننتهي من عملية التطوير يمكننا تخصيص هذا النص، مثلا نريد أن نتحكم في عدد الكلمات التي تظهر هنا في هذه الفقرة. نكتب مثلا هنا بي هكذا، ثم نكتب لوريم، ثم عدد الكلمات التي نريدها أن تظهر، مثلا نريد أن تظهر 3 كلمات. كما تلاحظون هذه كلمة 2 3، مثلا نريد أن تظهر لنا 5 كلمات، نكتب لوريم ثم 5. كما تلاحظون 1 2 3 4 5. الآن مثلا لدينا هكذا UL، UL هذه لدي فيها كلاس، وفي هذا الكلاس نسميه مثلا ماي ليست، ونريد ان نعمل داخل هذه اليو ال 3 4 li هكذا، ونريد هنا ان نكتب اللوريم، اللوريم مثلا 10، عفوا اللوريم 10. نريد أن نكتب بهذا الشكل. كيف نعمل هذا الشكل؟ عن طريق الإيمت، فقط نكتب UL ثم هنا اسم الكلاس MyList، بعد ذلك عندنا النستين، هنا نكتب اللوريم 10، ثم بعد ذلك نضغط OK. وأيضا هذه كل الـ LI لديها كلاس باسم Item، هنا item
هنا أيضا item، ونفس الأمر بالنسبة هنا. بعد ذلك هنا نكتب اسم الكلاس ثم عدد ال i المفروض أن يتم عملها داخل هذا ال UL، مثلا 4 هكذا، ونضغط على tab. كما تلاحظون هذا الشكل هو نفسه هذا الشكل بالضبط. وكما قلنا في snippets.json هنا يمكنك أن تقوم بتخصيص يعني الايمت كما شئت. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الشرح، نلتقي في شرح جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.